مت كسور دواو ما أنت واحد مرت وتهي ولالك كاير شيخ عبد القادر كيشكي أو رجينا أي لقاء عن أم كلن كان أم وذا شيء كيسي قال إنه هذا وذا شيء كيسي ولالتنما إيه احترام إيه قدرين كردهان ولا جيدنا أي تهي بالشذا وحي وناك عن قبنا كرنا إن عن قبنا وادعي كرتا أفكارنا كل الدبن هاي أركتي أنا كل الدبن هاي لكن س يعني أقامت سويدار سجنا فإذا إلى ذا وحي تايسو معاذ بن جبل يري اضرب الرأي بالرأي يظهر لك طريق الصواب رأيي ورأيك لا يكون قراع وحكو صباحايا تي صح هيد افتين كذا أيك صباحايا مركا كل يعني بحانو أركا سدح النتيجة مت كود إنه صار صاري دون وده شيء كيس جانا ما أنت مت أن رجينا إن سن نقانين أو أخف والبو تي سينو كتاج نادو أو معركة خف كلام صوت خارجي وايو يعني كلفوجاش إنه كنا ماتو أما كان أن رجينا حوين هل ملنا نقصو بيو ذا شبرنا أن معركة صعد كأن كبيلاونا أما قف والبو قف كلا إنه وحيا وخار نكو وافقه وحيا وخار نقود دوان هذا وحيا نسكو وذا وافقنا هنا إن أن معركة كوا ذا شقينا وحيا وكل دوان هنا إن أن نسكو احترامنا مركا يعني ضد علميات كمان تاني ولا لك أحمد نقد الحياة وضد علميات كدهن ولا التنمى إيه احترام إيه استحقلين ولا جدد أن أي تهي بلشد الصوماليات قف والبصو أرك مصلحة إنه كجرته إنه عدي ولكن أحمد إلى خير هسية وحكم بدي هيدتك صومالي ذا جيسي نماذا قول له كدير جريسان وحياوه يكو خنع سنيهين إنه كهدلان وحان أبنى أحمد قرالة بدن إنه ليه يهي أو كخوري أو كهدل بدن سيكولاريزم أما علمانية أو أرقو ما أنت ودن كان صوماليا إنه هذا نظام كله ما نظام علمانية تاسو عرقتي ولكن أحمد مرك أنت عن أنا قد ضادي يوحي عن لجلين وحنجعل أحمد أذيب أو خادن يسد وقتي كوان ربي إلى لواتن دقيقة إن أدنو سو كوبتد نو شرح دي علمانية دم حي تهي أد بلشد صوماليا أد جعشها إن لغو حقامي كسو دوار مهاتسن ذين بغن ساحب وحدي بات مجران أقانت وإفتين لباتوك بدن كود وحيك دعان أقول لأنت نقدق أيات كيرين دات سكر دعان والباقي كبحنا هاي نيوايا هدان كهلو فكر كان علماني مركو هربا أن كبير لابو إن أريغان نغسو غار عربتا إلي يرهدو العلمانية أم العلم أم العلمانية أو لهس ربعينك أم العلمانية أو لقر ربعينك لبدا قرب أيهين لبع إري أو قرد أه وأن كترجمين وحل وجيدو السيكولاريزم العلمانية مركو اللي يرهدو عينك وصلو لبو وحكاها ليس مركز أرن لا حرير تاع علمي ذا وجدرقة أما روت كلا قصوى قادة وحونا قنايا علمي أرن تاسنا واقلن وسيكولاريزم كعلمي شقوك مالحن ساينس شقوك مالحن ميل دو إيه ميل فوق بدنا طلبات هدي أريق لدوها علمانية وعين كلا كردبوه أيضا واقلن ومركا وحين قريسا إن لغس إن حلف لغس وقاد أبو جذر لغس وقاد أوي هاي العالم أم الكون علمانيا العالم الكون الكون الفسيح العالم الواسع يقول كي عرف أبو حلي يونيفرس أم وورد علمانيا شافوا ملهم علمانيا very simple آد وسهل وحيت هاي أما تعريفك آد وسهل علم علمانية إلى ذا وحيت إن لك لفوا جيو ما ملك الدين تا يا ما ملك دولدة إن لك لا إله عليه ما ملك الدين تا يا ما ملك دولدة إن دولدة إلها تا ما مل أجارة يا إن دين تا إلها تا ما مل أجارة أو على إيش قصين لبدا ما ملود ما ملك الدين تنا لو قصين كن دولدة كن دولدة لو قصين كم دين تا لبا ما مل أو كلا فوق هذا أو لك لا إله عليه هذا أنت أنك صباحه وحان كهاليا وحا أي علمانية دو أهين هوري هرام بأس أي مرتب ودادة فافيان علمانية دو بأهن دين
علمانية دو ما لحن كتاب وقار اه اغسو الدقي ابنوك اللي هو ألفي علمانية دو ما لحن ميل وحلو عابدو يو سيدا مسجد وكلا يو كنيسة وكلا اما إله اللي عابدو ما لحن هن إله انا نحن إلا يدك أي قانان علمانية دو ما لحن أستان وقار سيدا أستان تا دين تا كريشتيان كا اي اه استلاف دا محدب كلا يرادو أما حدق اللي إحنا نقيس له يهود استعمالان أما بل إيه حدق المسلمين استعمالان ما لحن علمانية دا محيرة هدان أستار أقارة ما لحن ما لو دوك دا أقارة ما لحن إله أي أقارة عابدان ما لحن كتاب أي أخلصتان أقارة وحصل المجران وحصل بين وين خرافات ولا ودان إنك خلق علمانية ده ما هن وحنا قصة برت الجامعة لها ما هن ساينس مجرون إنها يستو ديجري أقول هاي أنا ديجري وحنا يستو علمانية أها مسكولاريزم أها ما هن إسلام ماكين على علم علمانية ده ما هن حزب سياسي سيدا أقول هاي أما كندا نوروي أما أوروبا لون يو إس إيه كم فرنا حزب اللي راه بحزب علمانيين تا مرك واحد صورة علمانيين تماحن علمانيين ده فكرة وفكرة بسيطة وحاويان فصل الدين عن الدولة إن لك لا إلاليه ما ملك دولة ده هي ما ملك دين تا ضد بدن أو مسلمين أم كريشيان أيا أورالية إن لك لا فوق يلا بس بعمر إن ما ملك دولة ده أنا قدر إن ما ملك دين تا سياسة كلام ما ملك دين تا اسم دولة ده سياسيين تا اسم سفر كلين طلبات علمانية دو قف كشقه ملحن قف كان يروحوا أمسين هاي عبادة دي سئيو وحشقه ملحن أبسلوتلي مصر فرقه هش علمانية دو حشقه كلها هاي دولة دا ما مل دولة ما ملك دولة سير لو ما مل لها كلية قف كان يروحوا أمسين هاي علمانية دا ما فرق ليش أبسلوتلي طلبات مركز سوق قادم دولة دا أن دولة كهذينه دولة دو حليلة دو شخصية اعتبارية شخصية اعتبارية معنى هذا هو legal person ما هن قف حي أو نولو جرا حتى نو حلول استعمار أنا تقف مركب حليلة هي الشخ عربي وحلولة شخصية اعتبارية دولة دو سيدة آوغير ما دام أنت شخصية اعتبارية دولة دو سر أقول هاي دولة دو مدوكتو مصلادو مصانتو محجسو وحالها واجبات اما فرائض اللي قرب قف قف الدين تله دولة ده من قدرته بنك قال دولة دو ما هان كده وحي لا هي وحلي راه دو سنترال بانك اي دولة وحلي ده وحلي سنترال بانك البنك المركزي بنك قد حي دولة دو بنك قد حي مركي لا هي وحي قادتها وحي قادتها وحي ادرسها دول صار كاس الربا أو كأه الدين الإسلام كحرام كأه لكن دول كسر يقول قصب أنت هاي إن الهاتو بنجي ده هاي بنجي قاعد ده هاي وأه بنجي قد يبا مشاركة شقالها دولة ده بنجي قاعد ده هاي وحوس معايا وحيرة ده مستندات بوندس مستندات كسر يتو بحاويا العق وكأه ما هدو قده ودن كأه ومركا العطو أمهدنا وصارتو دول صار وكقاتو دت وسيو دت كي والعتكا مهدي إذا مركينا دي بدأ أيو كأم هذا اللعب دل صار أيو بحياة دي بدأ اللعب كلا ولا كأم هذا سا جيبوتي كلا سومالي العك كأم هذا سومالي العك سينيسا دولة السومالي مركا دولة جيبوتي دل صار بيسار نيسا مركا صار لو فيريا دولة ده هي مالك ده هو حرام مركا دولة ده أصلا ما هنكرتو مد لوحر الدين تنكر الدولة ده ما هن حير هدان ما هن قف يوم القيامة سو استاجايو أو لو يدينا أيو دم بيقول ما جرت الدولة ده الدولة ده إن يرى ده مال الدولة دولة إنجليز كايا يوم القيامة سو استاجايو سو لو يدينا يا دم بيجي أي شيء يو وناك أي سمس الدولة ده يوم القيامة إله وحول إسلام وحول رقنا قفقة فمن أوتي كتابه بيمينه فمن أوتي كتابه هو نفسه بيمينه وحوى فهو في جرة الراضية
ومن أوتي كتابه بشماله قفض لها الله مركز فأمه هاوية مركز الدولة لها مش استاذان إلهي وحل حساب ما يقفق إلا ما حساب الدولة لها مركز الدولة بان إستياء الدين كل إنسان أما الدولة الإسلامية إستياء وحاوية أرين لو قد اللي هي إن شعبي أم أمدى لو خيانة ضد كلام ضد دينين أهل أكو في الشدان دنهم هذا هذا أنت كسر بحنا وحنا كهل كرنا أنواع العلمانية نوعية رب ضم باجرة وصاية كسبا بولشك السبا حبك أي أج أج عشها أي ولا ستة أديك أورالي أخي أحمد سي وقتي كان أكابنا نوعية كلام كان أديك شخصيا نوعات كخنا عصنتها على كادو حمبار سنتها محوية وحنقول قرع سنة كي أنك أنا ولي غير الهاجرني كل هنا كل هن حير كصومالية سالة سعوت صومالية الدين تسلم كحشرة كشيء مده هذا حي كف الدين مده هذا جو سدات بقول سنة سدات ده بقول سنة كده هو الدولة الصومالية كما اسم دولة اللي هي دولة مركزية أو دولة حقه أو ودن كاس كما مش دين إسلامي ومد الصومالية هايان ولي ومد قبائل قبائل كاس اللي بحال هايان حير حير كاس وآخر أيان أجارة مركا دين تيماتي وحكو درسنا حير كودي دين الإسلام كبرك لقى الله الصومالية وحلو قيبيا لبو قيب ووين الصومالية بقول شأهان دين الإسلام كه أنت عقيدة وحيو قادتين ست عصا سيد أدوك لنا لغا قادتين سوماليو وحيو قادتين وحالي رهدو شنطة تير إسلام ولا وضع يقان شهادة دا صلاة دا صونكا حجكا زكا دا وحاويا ست عصا لغا قادتين وحمرنا نكتاقن مجرو سيد أسوك لغا ست عصا قادتين أركان الإيمان الستة ولا وضع يقان أيضا أوباهنا إن هذا صوت ريو أيضا وحلو قادتين ست عصا مركزه هرتي وأسره هرتي ومدى الصوماليات وحليرة المعاملات المعاملات حاويان رقمك ضدك كده حي ومالك اسم بدلا إيه ما هن عقيدة قفك أما بولشرة فلسة شنطة الإسلام هي إيه لحظة الإيمان إيمان كده إسلامي مرضى وابوحدة وكامل لكن قفك أنا قرسن أما قف يكون ديدا دين وكاقات إنه كو كوسو عليه أما قف يقف عنك الجبية قاسيت ما هن قف قال وقف دم بقال مركب حواي معاملاتك مركب مركب معاملاتك إيمانه سو مريضة معاملاتك قار كحسن دين الإسلام كسيبة وحليرة دول العقوبات البدنية قار مال بإسكتيريان وإسكتيريان وما بسوا قادرين بقى تاسنا قال كمبدأ يسوا أنت سهرتنا وحكون لهن لقان قوة لقان كسر ما لذا وحلا لقون لهاي والدين الإسلام كإمامة والشريعة كإمامة وحاكم إذا جورك سما ذا وأقول هذا إن جورك سيد الإسلام قوية إن أوقاتان سيد قوية مثلا بالشافعي إن أوقاتان إن كسر كهلين دولالير أو أقول أنا إن لقان قوة هي كفليان سما ذا وليود ناجح قبلها إنجليش إن أسبور سلام وأقول أير سيد أوي هذا بحثي أسر بحثك أما أسر أردك قبل إنجلي أسر بحث سلام أسبور سلام شريعة مذهب الشافعي وأقول أي وأنا أظن أقول رقم قصر ماليات وحابي عكرتا إن بقول كيف تدوات الشام قول كده عصر مالي أوي هاي قول كل سنة إن قبل إنجلي كأيجس دورتان وإسلام بحصلان سيان سكوب سو أروسان إهل كودر إسلام كو أقبل أو أروس هودي أو حل أو جور كلو أكو جور شرعي إسلام سواء من دب حكى قادين وحي ديدين وحال يهدو قصاص كا انقف قفلو ديلو انقف قعن جبيه قعن تلغ جبيه انقف قف كلا الكاه كتور أسير الكاه لغتورو بدل كيسنا وحي قادين وحلي راهدو ديا marka Soomaali weli wada xukun aqmi jireen arintan la yiraahdo diya do qof qof la dilo in laga bixiyo diyo hadii qof qof kale gacan ka jabiyo in laga bixiyo diyo laga bixiyo diyada ay lagta gacan la jabiyo ama ilkaha la jabiyo iyo maxaa noocaas ah Soomaali dad waxay diideen oo dhaqankooda ugu diiday in qof kale karbaasho qof ba khamr cabay dadka hortooda lagu karbaasho dhaqanka Soomaali kuma jirin mana ogola mana soo marin
أن لما قفوا قبل يقول ستجي أنا شرعي سوقتجي أن لكر باش وسوق الوكر باش أيضا أنا ما أقبله. تاس وي فرق وين أرخى يا محير هذا محير هذا شريعة الإسلام كا يا سيد لو قلنا هاي محير هذا لقان كسام هذا لقان كسام هذا ولي يسوى لقان كل سن سام هذا ولي قدو حي حي أقول لي لقان كودا أم حير كودا مرك قف سام هذا بدي حرب هو قبتي وأقول لي حرب هو قبتي إنه لقف ليش معركة لوف لي وحكى وكانه مرك هاد وحاول أنت سويا فروق الأول حيسا سكولاريزم كايو هي شريعة الإسلام كا أما سكولاريزم قصار مالية هي شريعة الإسلام واكبح وأكون هاد سنتها ولكن أحمد أنا جن أنت عن شرح لك شريعة الإسلام كايو هي أنا نقلن وحن جعل هاد أرسل لك وكبر إنه كوي دي جوابها أنا كده داش إنه سو كوفتي دين تاني إسلام كا وحن أبنه هاي وحياه هاي آد وقلت دجالن تي إنه يه دول ميجا وحياه هاي إن أمرتين إنه تهي عدالة لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط والله الذي أنزل الكتاب والميزان يعني دول ميجان إلا لو بقول يدور السجاشن عيد وكتمت أو مدى أقالات مجرم وكده قال ميسي مركا هدي أن رهنا سيكولاريزم سيادب أن مرجعنا أن لهين حكومة وحن أركرنا مثلا واجي هتلر وشيغنا سيكولارين وأها مكخان عصنت هذيك سيكولاريزم بوحن بارسنا هتلر أما ستالين أما كواسو كله كل علمانية شايقنا يعني لكن دين كما منوعي سي دول ميغاس إني قلان أما مدود إنا كوحد ببان وقتها هتلر قوانين تسوحا كم إذا حتى خفك التورت الدرنا شقين كرين إن لدي له دوب خفو حصو ساري كرين إنه واد لغا خارجي ودن كو علاسو سوندد كو قولنا قوانين دين تانا نوحي أمر إيسا نفسد إنتي لابد بادين كرين إن لابد بادين مركة هدي آني راهنو الدين تو يسان شغا كل هانن ما ملكي أني راهنا سكولاريزم لا سكولاريزم يقول مرك هم اللي يهي كان عادي عند حبار ستاي مد ضابط له وحن أقنع مثلا مصر أوكلا مصر وحير هذا وحن دولة علمانية لكن مرجعنا أم أولابط كان ودينة إسلامك شرع هذا إسلامك وحك خبطه تا مرك أديك يعني تنا حبار ستاي مدة تنا إسك إطلاقة أو حركة أو خفكي مر بالكرسي قصافة ليستو حبكو دار لك أمامو لايو مسة تي حريص شريعة الإسلام كي يكون قيدة يسمىش إن عدالة جرتو إن يسند ظلم جرن إن يسند استبداد جرن شريعة الإسلام كوحيلا هذا هي خفك هدوم هذا حوينا نقناه وإنه كوي ما هذا دارشة وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر يعني النبي كان عليه السلام دارشة كوي مد بيعة العقبة أصحابتي التضوات يستحمر كوي ما ذين حيري لبي طبعا إسك صح ولا يعني برلمان سماه لبي طبعا كي أجهري براء ابن معرور إيو أبو هيثم من التيهان كل وحي أبا لقان إنه الدورتان إنه مدحوين هذا النقطة لكن سك مدحوين نمس كل مصور شرحين مدينة أبو بكر روح نقول هاي بيعة الصغرى أو دار بني ثقيف لو دورتي كده منك حكتي بيعة الكبرى ذكرنا الله أبا لقى أو حدا وقت عبد الرحمن بن عوف إنه دمر حتى قريها وقلاه صحيح كسوق هذا أنا قرائين أنت أقول هبل إنه ما مولا إلا أفر تغلفا يكذا ما ذان أدرت الدورشة إسلام كان تاس أي قوى وخفك ما مول كل ديبا إن للدورت خفك أصلا إنه أهذا خف عادي له وعدالة وحيك حكومة مرك التاس وأمرك مرجعتها إسلامية هذه قال لك هذا ترى هذا أنا جالس سكولاريزم إسك إطلاق أيام وتها مرجع إسلام لهين صار لقى مايا ومرك حاكم ظالم إنه ماشي صفر يستو يراد أنا جالس سكولاريزم أيام تا أيام وحيك حكومة إلا ماشي ضابط حيرة مجرته هذه أنا كوسر وريجي جوابت ها والله صاحبني بري سيمبل أنكوسر 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 قابيو مرك هوري مرك أنا قصة مالي جوجنو وأن كهل لينو حلقين حد أن تاعنا هاي 2017 ما أعرف قصة بعد يقول كنت هتلر إيو حاجة أسمي هتلر هو أنا كاتوليكا مرك صاحب مرك هوري هتلر مش كبح شق عن كلنا لكن هو كل شيء أنا صار مالي يقول شو صار مالي هذا رالي هاو رالي هاو تفضل تاس واحد يقول كانت صابت يقول كانت ما أعرف أنا يوروب كمنولي أنا ما هي كات نكاس نكات اللي قوها أحكولهن that's not كيس كينهم أحن طلبات حتى شيغن جرين يا علماني يا الهتلر صار مش شيغن جرين علماني يا حكم كيسة ما وحش شيغن جرين ويا كاثوليك لكن نوع علماني يا حكم كيسة مسوي مش شيغن جرين حكم هو أسوأ وما شكله وكل ما هذا
وحان أكتهي أبو بكر وحان لغو دورتي بيعة لي رهد بيعة بن السقيفة صح بيعة الصغرى بيعة بن السقيفة القصوة دورتي مالين تاس هل إري أو معركي دين قصاب سما قرآن قصاب سن لمكينين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قفله مجرته وحان لديه أنه وحان هاي غير مدينة إذن كنوا وحاته المهاجرين نائم هذي ما كسته ماشي وحكومة شيء كسته غير مدينة وأهل لبا قبيل أوس خزرج هي قبيل كس أو مهاجرين تها وها قريش سدح ناس قبيلة ماشي قوة الشراء كلي جود قبائل اللي عربتوا أي كله لهم برتقادين انكسر لقى بدنيا هاي ما تخوزي أصلي لقى بدنيا هاي قبائل تبع عندهم برتقاد ماشي شركة إلا جيش شركة وكنا بعدي أوس خزرج إيو محيرة دن قريش وقدام بنتي أبو بكر بلما جعابي أبو بكر بكر لما جعابي علي بن أبي طالب مجوجن ما نعقلان إن أبو بكر لما جعابه لكن لح بلاد كبد عند يعقلاني قبائل كعربات دجال بكر عمر كده بكر أيه ولا قدي ما ملكي وحاب الله وتوحيد حرب الردة وأهل الإخضاعية قبائل كأن شركة إيمان أو شركة كسر بقولن وأن دورنا أبو بكر إن حب لغو مقولي يا بعدين أبو بكر مركو دمناي ورقد بوقري حلك وحوق دافري عمر هب لباد وي هب عصب وي هب قاسنا عمر باسا ماشي كوي مادي عمرنا وحوق دورتي مركو سيد دمناي وحوق دورتي لحقق وكل قدق أهق قريش غير مدينة خاص يخسرش دغو مدرين لحقق وقريش ودورتي لحقق وعقصنا عبا عثمان وهب عصب ما أهل هب لي قانو عثمان ولد لي علي باهدنا هب كلكو إمادي أفرتي خليفة النبي كدن بي سدح والد لي شيكوين كاس ما أهل شيكوين عدينا ماشي نكجرتي روح لي راه الدولة وكل سن نظام إيه شرعي دستور لو راعه وأكو ما هتسنت هاي تح وأكو ما هتسنت هاي تاس أرين تاس أكتابسن خلفاء الراشدين تأذيك أنا موقف أياتك خبتها أنت أقانت هذا الدين هذا كجارس أنت كتب تاسك آخر سنتي أنا كشخصية أنا موقف أياك خوا أو ديتيلز كتاريخ أهين أنا معركتي كآخر سنتي هسي عاد هذا أنا وخلفاء راشدين كما حد لينس عايش أنا كويدي وحيته ما أنت أديك أحمد عثمان هان أتري وحن قوا سيكولاريزم أيضا وحنا لو قيدا وحنا لو حرب سيكولاريزم كمركزات رادد خفك الدارش ما أنت حاكم ودو كوي ماذا أو حاكم كاس ظالم أو يا شعبي قد دلمنا نظام كأديك أتقبت موافق سني هاي مس أديك واحد قبتا سيكولاريزم أو تي إسلام كأمر أي ماشي عادل إنه نخوض دلم وصل سمعين صاحب حلاسه قد بي حلق الهجري حاكم بقى واحد دلمية ماشي تر حاكم وحيرة هم جلطة ماشي تر محاجرة دولة دستور له هي نيل صدرنا مدة أفر سنة أما شان سنة هذا دل ربو marka erayga haakim ninkii inta la soo doorto oo ila uu ka dhinto iskaasan jiray baawarka waa dhamaatay taas dawlad waxaa jira nidaam ah baarlamaan la yiraahdo waxaa jira doorasho waxa soo doorayaa madaxweyne dastuur baa wadanka xukuumada ee qofka xukuumada qofka xukuumada dastuurka qabanaayo sharciyada qabanaayo waxa ogtahay in madaxweyne yar badan iyo ra'iis wasaare yar badan لسو جوجي محكمة أو الدنوب أي أي قلنا لو قاده. مرك أنا لو حنكه لينو حواي مدحوي لسو دورت كم كم هذا لينو حاكم. أحمد أنا جا أديك هذا حنكون لنا هدول كان غربي جا. أنا جا هذا كنا لنا أديك نحن كنا شيء نروي. دول كان وحيد مبدأ هذا واسعة شكته والسيكولاريزم. لكن دين هذا ودين مسيح كريستيانة. صوتها ضد كأب بدن أيام مسيحيين
anagana oo qasbanahay mabdaooda ay nidaamka diintooda inaan u hoggaansanno markaan ku noolnahay dhulkooda. Laakiin dhulkeena Soomaaliya, shacbiga Soomaaliya badankooda majoritigooda dad muslimiin ah, diintoodana waa diin islaam ah. Marka secularismka adiga aad yani taageersan tahay ma yahay secularism ka dhiganaya diintiisa diinta islaamka, mise secularism oo ma aragtay diimaha la dagaalamayo weyaan? Horta mid aan ku sheego, meelaha aan ku noolnahay adiga ku nooshahay Canada oo kale iyo aniga aan ku noolnahay Norway oo kale yaa ku dhehe dowlad Kristiyaan waay, intee ka ogatay taas? Shacbiga soo badan yihiin. Okay, shacbigooda waxay badan yihiin. Ha, shacbiga kaasha horeeya waxay badan yihiin Kristiyaan, laakiin waxaa ku nool dad Kristiyaana fasaxiyadoodaan ahayn, dad aan diin haysanin, dad malaayiin malaayiin muslim baa ku nool, hindi baa ku nool, buddhist baa ku nool, qof kastaa ku nool. Marka waa mutacadidat aladyaan, ma ahan diin Kristiyaan baa ka jirta, ma ahan inay ku nool yihiin sax, laakiin diinta oo dhaqan u ah shareecadooda ah ama diinta oo fasaxyadooda iyo xafladahooda ciidahooda maamulays waa diinte. Ya, diinta ciidahooda maamulays waa diinte. Waxaa taqliidiyan in ma jirto maalinta axadda ay tahay maalinta ciida ah, ama maalinta shaqada laga fariisto, ama maalinta sabtiga maalinta axadda ay tahay shaqada laga fariisto. Fikradan cilmaaniyadda Soomaaliya maanta haddii lagu xukumo, maxaad ka dhigi lahayd fasaxyada maalinta axadda? Maad ka dhigi lahayd mise maalinta jimcada aad ka dhigi lahayd? Soomaaliya waa ahaan jirta dowla cilmaaniya ama dowla ahaan jirtay 1960-kii dowladii bilaabatay ee socotay ilaa 1996-kii waxay ahayd dowla oo cilmaaniya ah, oo dastuur leh, oo calan leh, oo madaxweyne leh. Waxay ahayd dhaqanka meesha yaalla waxaad cidi jirta ciidooyinka Islaamka, ciid al-Adxa iyo ciid al-Fitr ciidina ayagan hadda ka bacdina ciidi doona maalintana fasaxana waxaa waaye maalinta Jimcaha. Waa doqonnimo in la yidhaahdo maalinta Jimcaha ahayn fasax laga dhigo dowladda shacbigeed oo muslim yahay, ama waana ustiibadnimo iyo maangaabnimo in la yidhaahdo yaani ciida carafo ama yaan la ciidan ciidda maxay yidhaahdaan, ama yaan la ciidan ciidda Soonfur, ama maxay yidhaahdaan ziyaaradii oo sheekh Burjaani la tegin. Taas ma ahan cilmaaniyada taan kugu soo sheegay. Arrimaha diinta shaqo kuma lahan, diinta way kobcisaa ee macadaad isagu. Okay, yacni maanta adigu waxaa kaa dhigay masaajidka inaad joogto, masaajid ku yaala aad Canada aad ka noqoto imaam waa cilmaaniya. Sax, waa saas. Marka waa very simple, waa very easy. Xataa dowla siyaad badan markaa ahayd dowla waxaan ahayn dowla shiuuciyan ahayn dowla cilmaaniyan ahayn, laakiin maalintana fasaxa wuxuu ahaa Jimcaha. Ciidaha Soonfurta waa la cidi jiray, madaxweynaha waa soo xajin jiray. Sax, waxyaabaha ku saabsan fasaxyada diiniga ah iyo dhaqamada diiniga ah inay u noqoto marjicooda diinta Islaamka. Boqolkiiba boqol siduu ahaan jiray weligiisa, dadka marka rabaan inay sameeyaan ixtifaalaad, inay u dabaaldegaan ziyaarooyinkooda, xajkooda, dhalashadooda, arooskooda, that is very good. Hadda loo dhiirigelinaya hadda fiiri yaad Soomaaliya hadda si hore ma aha, masalan dadkii waa la soo wada safray, diimo kala duwan waa la qaatay. Soomaaliya waxaan ka dhignayaa tiri secularism no, ma waxaa soo galaya mawduuci guurka. Qof waxaa ku timi Soomaaliyeed oo ku tiri ana waxaan noqday hinduust, hinduustana saa ogtahay madaxbtoodu mid ka mid ah waxay qabtaa qofta dumarka inay guursato shan nin. Marka muu ogoshahay dhulka Soomaaliya inay ka dhacdo hal qof dumar oo shan nin guursan karto? Very good question. شيخنا ومولانا هل شيء بقى لو ده ديجا تفضل وحاد لو ده دينتا هندوسية
لما أقبل إلا صغره ودين حرم كلوز وسير دين اليهود وكله ذلك كان لو مو أقبل مركب مجر من سامالي وهندوسي أصحاب ها مجر مو أقبل أيضا يهود يهود وكله كم أقبل أترى ما تقول يهود أترى دين ترى صغره يا مو أقبل إن لو دي ما تقول صغره وقت دين كريشيان كا دين يهود دين مسيحية يبوديزم كا سدح الدين اللي هذا ديانات دعوية تدخل لو يرى اوكي دي بس صار دخل لو مير ودي ما مغلق اديان مغلقه اوكي واكا اوغلاد تاس وكما سنتهي سؤالش مكمل انا بقدب او كسابسا حق حركه وحتري ان حق معاملاتك مد هرت كسابسا حكم كام قيمه دحوين نقول لها ام سياساتك حق بنجيده وحي لا مد اها اني مواقف اني اجتهادات شخصيه كشك ايجار هاجره او ودادد كلا بدن كود او دوانه taas marka aniga ku goolama khilaafay ma ku goola dagaalamay arintaas wana ka dooday laakiin haddii dooda xogaa waxa soo gudbaysa dhanka muamalaadka muamalaadkan waxa shaqo kale qada ama maxkamadii marka dadku xawlo loo baahan yahay horta loo kala saaro laba mid oo haddana wadaadadan khald geliyay oo ku kalifay shacabiga Soomaaliya oo kamid ah walaalkeen Axmed Cusmaan ee dad badanbo in ay u cararaan mabda' aan kale ay sheegtaan inuu yahay mabda' علماني أو حرية خفق السينة صوتها ضغطي أما فهم كي خلدنا دين تلاقي فهم أي خلدك كاني دين تاني إسلامك وحي خبتها دين نخط مامل دولة ديدنا وحي خبتها وحلوق مقعاو الشعب بيقى إنو دورنا تا وحلوق مقعاو الأمر وأمرهم شورى بينهم وأمرهم شورى بينهم عندما يستر وشاورهم في الأمر أمر أنت أقول تشو نبي قال مركو قيري يودي عباس أديركي سحو إيمد علي وحكيري kale aan fiirina amarkan wixii laga sameeyla amarkan maamulku ka wada taamarku waa maamulki guud ahaan ki madaxweynaha noqon laha inuu ma aragti wadanki guud ahaan u maamulo xagga siyaasadii xagga dhaqaalihi xagga caafimaadki xagga dagaaladii xagga xifdintii xuduudka xifdintii amniga taas wadaadada iyo culimada diinta aniga waxaan qaba shakhsiyan aysan shaqo ku lahayn ee qofkii maamulay inuu isaga shaqo ku leeyahay culimada doorkooda waxa weeyaan qofkaas haduu la yimaado xad gudub iyo dulmi iyo jawr inay waaniyaan inay la taliyaan inay ma aragti ka qabsadaan dulmiga uu ku jiray aan loo ogolaan inuu dad dulmiyo ama yaani wixii la mid ahaa Muuse Maasqnimo wixii la mid ahaa culimadii fuqahaadana badanaa waxay ka dagaalami jireen ee lagu xabis jiray Abi Xaniife ee ragal mid ahaa waa taas markay ku arkaan xaqiiqda inuu dulmi ku kacay laakiin ma aha qofku ma madaxweyne noqon lahaa ama maamul lahaa inuu ahaadani sheekh wadaad ah oo yiraahdo aniga madaxweyne noqonaa si aan shariicada u xukumo ama xukunka shariicada markii loo soo daadago taas waa arrinta ku saabsan maxkamada maxkamada waxa lagu bixiyay xukunkii weeyaan qadaaqi taasna waxa xul u saaran maxkamadii maxkamadii markii hadaan niraahno akhi axmed yaani waxaan ku xukumeynaa xeer Soomaali aniga horta ma wada akhrisan xeerka Soomaaliga laakiin san aniga u dareensanahay xeerka Soomaaliga badanaa waxa marjicu ahaa waxay u badan fuqahaadi islaamka ee dejiyeen fuqahaadin waxay u xar way ku saxsanayeen waxay u xalna ku khaldanaayeen waxa laga xeerka fiqiga inuu kamid aha khafta dumarka diideeda waa niska ninka raga kala barkiisa ninka haddu boqol qad leeyahay iyada shaa waxay leedahay kontan halaad istiil waxa laga xeerka qoyska waxay hoos inuu ku qoran yihiin anigana shakhsiyan aan arko wax khalda inuu hayo sawta aayadna looma hayo xadiis sahiixna looma hayo quraanku wuu simi raga ee dumarka saadraad xagga diidi wixina ma aragtay way u siman yihiin marka qada maxkamadii inay cadaaladii ka leexato taas waxaanu arkaa doorka weyn inay leeyihiin culimada diinta ay amraysay diintii cadaaladii waxayna ku maamulaan ha noqoto xagga qoyska oo kale oo soo geli karo bulshadii oo waxaan ognahay shariicada islaamku waxay ogoshahay kaliya rag iyo dumar inay kulmaan guur kaliya inuu dhaco aan la ogolaan inuusan wax guur la'aan dhicin maanta marka dowlad hadday timaado tiraad waxaan ogolaanaa inay dadka furtaan guryo lagu ijaaro dumarka oo yacni xur ah oo sharciyeysan taas yacni waxaan arkaa yacni bulshada maadaama majority-kooda badankeeda yihiin dad muslimiin ah inay dowladda markaas ku qaldan tahay yacni annaga had dhulkaan ku noolnahay dhulalka qaar oo secular ah Germany ku noolaan jiray way lahaayeen guryo dumarka lagu ijaaro oo sharciyeysan meelaha qaarna lagama ogolaba sideedaba marka anaga Soomaaliya hadii arintaas leedahay waa la ogolaanaa waxay noqonaysaa wax shariicada Islaamka ka baxsan oo qofkii muslimka ah ta meesha uu ku noola raaxo uusan ku helaynin shariicada uu ogoleen saadraad marka aniga shakhsiyan waxaan arkaa secularismiga yaani fikrad fiican weeyaan oo xun ma aha kama soo horjeeda boqolkiiba boqol laakiin
هذه ضابط كذا كحرنان يس ويهي ما دام مجوريتي أيهين شعب الصوماليات ضد مسلمين ضابط كحراي شريعة الإسلام كالصحة هيد ما وحفق هذا إيديجيين أو خلط يوحب كجرة شريعة الإسلام كان ضيق وعرير ويان وحو والبا كما إيسان هادلين وحي أودي يسددك لمصالح المرسل عقل قود إنو شقايو ووحي إيسان لكن جنرال آن وحي وهذا شميش عدالة إنه جرته أو قادقين إنو عادل أهال أو سم دول مقالين حاكم كين إنو عادل أهال مرحبتها قادل ترى أنا قاعد أود كان أكون نول هاي ما أقوله خاف كإنه هل حاسك بدن يعيش وانو كخصمي خاف كي أود كان أكون نول إنه تاس قانون كسوه جان سنة لكن ودن كي سامالي يعني هدي شرعة الدين تأتي مثلاً خاف كو حلا أقوله أفر حاس لما أرن كرا قانون كان ودن وحويان علماني وحال كذا كين سنة ذنك ويسترنج هل كلية لو أقول جاي ألوه مش رعينا كوه كله مرك أنا شخصياً كشكي أهان سام قبو وحويان فكرة عن علماني وفكرة هذا وفي عن الدولة ده إنه سنشقق لهان فوق هذه أو الدولة ده كتير ما هذا دارشة دارشة إنه كتير ما هذا وفوق هذه إنه هي عدالة ده أي معركة يكون كالميان قضاءي حكم كينه إنه نقض حكم عادل أه إيو أحوال شخصيا أو إسلام كسود جينه تي إسلام كله هو جدا سنة حرك صومالي مركدي كجرا وحياة وخلدن أدل مكجرا إن لقى الصحة تاس مركدي ما حيقوى فقصته ما حاسه وخلاصته يا أحمد هني هو حيرة بدل ما أشكون درت كوله أو عجائب له أو وحن جعلنا نشحل هل إنه هو يدي سد بركي وأشكون درت سمين حدا عن كهذا سواء قادة مثلاً هرت وحلي راح دو فكر علماني يعني ما له بلاك سو واردين ما له سو وارد مجرو ما هن إمبورتيد ما نسكو إكها عن كهذا سواء قادة مثلاً دولة إنجليز كأي دولة أمريكا كذا اي رالا هو اديكو رالا امريكا اول جيف يو ان اكزامبل ان كان شو قاعده امريكا هي انجلس وكله انجلس كوا دوله علمانيه 100% نظام كذا ونظام علماني مملكة دوله هي مملكة دوله هي مملكة دين ولا خلق هذا سيده اي تحي ودغيسيا سيده اي تحي بقرض انجلس كا ايدا اه وحي تحي وحي بقرآن إنجليز وحي تهاي ودات كوجوين دين تكريشيانك دلك إنجليز UK ودات كوجوين وأيضا سنة عيت هنا دولة ودولة عن هن دولة دينية ماهن لكن وحي قرتن يعني نقطة بقرآن دينه نقطة ودات كوجوين دين تورا that's very good عن example لواد عن كسيو بقرتن ما دم الدينية بقرتن بس سياسة دهمنا لو بقرتن بقارتي بقارتي نمدا بقارتي نمدا مدين أهان يكسو قارتي مثل سياسة أهان إنه كوفي عن هذا ساس لو قدرتي حاوي ومسب سياسي وين سياسي وين صح وين ها ده ومسب سياسي وين كسو متدين أهدو سياسي جاي أو سياسة أهان لو قدرت أردوغان أو كله يعني وين متدين أه لكن دولة سنة علماني أيتها ها بركة أنكو لما يشتري برلمان إنجليزي أنكو لما يشتري برلمان إنجليزي وحال وصل درا برلمان إنجليز ولا بقول ولا بأقل أقل كسرة أقل قهوس أقل كسرة مركز حلو قالوا ولا ما له مركز وحال وصل درا لباتن وداد حلو وجهك كامل كسرتوس يا أخي أحمد كامل وأكل حتي ها أوكي هذانا هذا أوكي أتاي ها مركز حال وصل درا وحال وصل درا سنة كسرة لباتن وداد والآن صار دورنا وداد عن دورش كومان وهذانا فضية والله أقل كسرة برلمان صح لما دي لما دولدي ودول علمانية أنك أقصى قادة مريكانكا مريكانكا دستور كودا قرى إنه يتها دولة علمانية صح حدنا مريكانكا وحاوة الشعب قوين متدين كأدونك ولي قاما فيرس الدولار كإنجريس دولار كأمريكان صح معاكو قرن وحاكو قرن in God we trust صح يا صح مرك ما هن علمانية ما هن دجال لا دجال ما يدين that's wrong خلاص واي وابين ولا ده درك ده ده وطن صح أسلم بعلمان الدين لما دجال صار صح لما واقف عيسى دين ته أنا كوع قلته الدين ته إن السحر أو نولاتي يا إجزاكوش إجزام في أمريكا وها هذا شو وقتها مثلاً إنديا ودولة علمانية برلمان دستور القرآن إنديا الدولة علمانية تهي سيدة آي تهي دادك تاغيارة علمانية دا إنديا كل سنة تهي وحقوق بدن مسلمين تهي
بقولك بقولي تغيير إنه إن إنديا هات دولة علمانية دولة إنديا مركز صباحيان حجاج المسلمين تا وسؤاليان مكة المدينة سؤاليان العقب سوسي صا ميزانيت لو قلت لك الحجاج المسلمين تا إن حشك وسوق تام ميزانيت أو حلقة قاضي محير هذا وحلقة قاضتك عبد الله العقب لقى قاضي واي وحنا حشك هو أنا ضد مسلمين ما أنت واكلي كرتا هذا كرادس اليوتيوب بحق جوجل كرادس واكلي كرتا تنقل عن كذا سوق هذا صوماليا وحنا هاي شعبي بقول كيو بقول مسلم صح صومال مركا هب كورة إيش قرشان سيدا دين الإسلام كأم دين تر الوقت أنت هسي عن كه هم إيش قرش ما جبتو great okay إن لفورة قريد قريد إلى لفورة ما ممنوع حتى سياد برا واحد قريد إلى إنك أنا كور قبطة واقع ورخوا صح يا سياد برا دور نظام ها نظام علماني لكن حافظي إلى إنك أفرنا وها سياد برا هذه أمد الصومال أقول هذا إن ما لا خمر الصومال لكن خمر عبد ما بيجرب بدناه. صح. مقالة حمر كل يعني مقالة حمر هل دكان خمر لو يبي موسنجرين؟ أها. عبد جورجس خمر كعب موسنجرين. بركة كل شركة ما بليهم بعنا. صح. مكسر ما يعني علبانية ما أهان وحلا دبض لقى كينو تخرج فلنا يا ما أهان. سابق قرنبوغان سلاسة مية معهن هذا أقول ما سنتهي يعني سأقول شرح ديوانك فرح سنهي ما لبضلنا وحندري ما يأينا اسك وافق سنهي يعني أذيق سدح قضب عن قرتي أجران وما لينا يأينا اسك وافق سنهي كل وقصة علين دونا لك وحي وكلفتي أخي سؤالها إنك ويدي وحيتهي دتكي يعني عقدة دي مقع اسك خاذين ما ها ما سوى ويديك تعمل وحرب أنا هل يود سمعنا هم لين دجال هم لين السؤال هي سأكون شيء احترام وين أقول له ذهي ويوكل صنات وأقولات مرتينا إن قتت مرك وانكو يعني مر بحنج على سي احترام لأن أقول له هذلا مرك لكن سؤال آخر وحنكو ويدينا يا جسدك إن أنا عدايو موقف كاي ما يوافق عن تهاي وحنديدنا هاي وحنديدنا شو تحدد هل هل يويدي ما تحين ذاك وحن شرحه أنا يعني موقف كي كان شرحه مركي إيدو ها وكل إلو بانا ذكر وكل إلو بانا تحوي ما يتاسن كرالة لكن وحنكو دالة هل هل إنا نسوكو كو سؤالة ها لكن يعني ماشي مركض وحا عداتي عندي كرادتك وحا وعد تنكواد او اني قادي ما تسكوا فقسنا يا خفكي ما انت حكمكو ايمان اي صومالي اما مدحوين او نقنا و انو كو يمادا دورشو او شعب بدن كود اني دورتان يب تعو تاسوا اسكوا فقسنا اما ولا هذا اما يوسن اها نوع دونا اها دورش انو كو يمادا تن لو هذا اسكوا فقسنا هي وحوين حفلاتك يو فصحيه الدينيه اني اهاتو تي اسلامك اي قبطي يب تاسوا اسكوا فقسنا تنسد هذا نسكو وافقنين وحيتهي آداب إسلامي قلنا أمريسا هذا الشيء كتير جور كوحي كساب سنة إن معركة لا أقولانن وحجور كبحسن أما يعني إن ذات كي لا أقولان بارات كوين خمري السحرية إن سقف فران أما خمار كي وحيل مدها برشيد هذا أبضة تيمجورتي إن يديدان إن حر وليهن إن معركة تاس لقي جوجيو تانو أسكو أقولان سما هذا صار خوش يعني وحاول جرب يعني أرمى الديني ما أنا وأرمى مورال صح وأرمى أخلاق يعني نوروي قال الدين الإسلام كم جلت لكن هذا ليش جوا ممنوع أنا قبل أفرتو قري أكون ليش توا ممنوع سويدن ساسوا قال الدين الإسلام كم جلت شرع الإسلام لو ما نقبل الود لكن ممنوع أنا قبلها أفرتان ملا ما أنا جالس توحد ولا أحمد وحنا كهذا وحويان
مو عنوان كان عنوانية على إطلاقه علمانية بس إن لسكيرا بإطلاقه أصبح مقيد عين صوت صان هر أشجعني خار ظالمين أوجران هذا أنا مبدأ علماني إيش شجعناين مركت علماني ما مثلي كران سأ عندك ونا أوجران وذاد ظالمين واحد قد به هذا نكون جنبنا ما قعد دين ته ما نخون كران أي جنا إسلام كي مثلا مركت صاد رادد يعني أنا وحنك وذي تيم عركت أوس حسنات أنا أسلف فيرن سأش أفراد مركت عم قذف كأفراد أن جعلها هنا وجود من وحيتاي وحصوق هذا تي عرفت كسابسا محاكمتي أما قضائي وحتر قضائي وحروح روح حكومية نظام كلهم قاعوا حرك الصومالية حرك الصومالية أدكسن حرك الصومالية مركو أدكسن هذه أي كجيران وحياو إلى ندوح يعني وح حرك وح سوجر وحياو شرعي فقه أي كسوقاتين قارام فقه شافعي النهي هي وحياو دخن أهان لودجي وحي مرك فقه على كسوقات أم وحي دخن كلودجيبو خلط يصح وكجيري كرا هذا ما أقولش هاي مرك وحي خلدنا إسلام كان كهر إيماني إن لقصه يعني حرك صومالي مسوح حركتها حرك صومالي ما دام أن هي دولة سكولارة وحير مقدسة وحبل لقتها من كريم قلت لي وح مقدس لي رح مجرى دون كان great okay ما قصدي صح وح قصوا إلا وح قصوا بك الظروف تأماتوا إلا بدلوا إلا بدلا قوانين تهدي أدين سيد الله ربنا وأديكتو قوانين تي إسكهر إمارة برشلة قوانين تي شر وإلا بدلا صح وح يح أدوك كان أدوك كان قبل جس كل شيء يسبدل مركز تو حنا عاي يسبدل بعد عاي شنقال ما تكون أنا تي هذا كذا ديوك تا صح يسبدل بقى وقول عاي هذا ورنا يسبدل كاس يعني يسبدل بقى مركز الصعبة مركز هذا واحد إيش يكتا يعني ما لها شر حركة صومالية سجرة حركة صومالية سجرة لا تضرب كل رصين هذا صح بركز ما لها أني أكذا ليلة إيش يقبل أنا أرت بان ولا آخر سنين يعني وح أنا خفكو حابون وحيو آخر سنين ولكن أنا إنسان قياس أيو حرك صومالية وح مستمد كوها فوق هذا أحكام تيدجين أنا كان دروسي دوا كاركتي آدي آدم أقول دجا لما قانون فقه دجي إن لو حكم شرع إسلامي لأن إسلام كحياة وبدن وسن كهادلين أي فوق هذا وحي كديجين معركتي وح شرع أو كلا خار حتى وحك سقاطين قانون كزرديش yes خارو حق سوقاتين رومان خارو حق سوقاتين غريق كل الفقه كانوا سوق قالي وحنا لا قدي خار يهودي كسوقاتين فقه كانوا كجيران وحنا لا قدي شريعه مرك شريعه نوعه سوق لا دخير كان سو دخغشاي او هدي لا بارو لا هل مثلا سان شيغن ديده دو مرك وا كلا بر ديده نك رغد تاس ما قبطه اه انا وحن قبا ديده مثلا لو سميها انا سواسيه كاسر المشط هي تهي النفس بنفسي واقول هذوك المقالب اللي يعني هذوك سابسن هاي صح النفس بنفسي يعني وحياوها هاد أود تسنتهي قوانين تا أما حركات كده دقائق إسلامية هاد الجرا محاكمة اللي ليست أن أنا كان كوافق كره أما ما أعرف كوا خلاف كره والله إني عاد بريهين صح آه وبريهين مركز مركز الاتحاد الإسلامي كله ده جري ماتها الإمارة الإسلامية قسم استي قسم الإمارة الإسلامية قسمين بوصاصة صح يعني وحاويان عاد يعاد بي دادك وليبين دادك كان كجرة وحنيرة هدو كجرة وحنيرة هدو الإسلام السياسي صح هذا الاحتسام كو كجرة أما هذا كو كجرة الشباب أما الإصلاح مربع هدي تنظيم صوغلان وإسن الأميان ونضرب إن حكم كودن كاللوريغان ويحوك كاللوريغان مرك الشباب وحاويان قرب كورة دجالما إيه الربع إن ودنك أيكو قبصان حوق ومرك أيق أيو سرا وقدن كي قهلا وحاي دليل شدان دليله عن عقل جل أهين وعن سعون هينين وأي كم التحي حديث نبي قال قصة ورية ونهايو العلماء ورثة الأنبياء مرك ما دام نبي محمد وحاكم كأها النقعية نحل أولي حكم كصوماليا
كل جينا يا نحن قلها أننا حكومينا. لكن حديثك هذي لما يسترى أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا ديرا وإنما ورثوا العلم. علمي وحلقتنا حلي. ها أين سأقولها هاي أين سأقولها هاي العلماء ورثوا الأنبياء فول ستوب نقطة. يعني ولو يقانا يعني أين القرآن كونه ما يسترد إنه حديث إسلام كونه ما يسترد ولو يقانا. وحيكون هناك نايهين وحاجرة في الفرق في الفقه الإسلامي وحاجرة وإحنا يرى هذا أهل 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 الحل والعقد. ها مركب حيكون أنك أهل أنك وحنا ورثة الأنبياء بأن مركب هوري مركب لبعدنا وحنا أهل الحل والعقد مركب إنك قلنا وحاتين مجرتا أنك وحاس مثلا الدولة الإسلامية علماء الدين الإسلامي قبل حنا كيهين سيرة كتاعن حيرة دولة الفقيه أو كتاعن إيران. إيران صح. هل خليفة بالك هذا أساء حكومة إلى أخذنتو. يا إلا أخذنت أساء ترى وضعنا يا مركب 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 إيمان سديرة محدنا حاكم ظالم حاكم عادل مركب إيمان اسم مركب سواي لكن مركب جروب ما رحويني رئيس وزارة دستور حكومة وأب لح ولا أفرس أنا جوزي صاحب أفرس أنا كبعدي ماكش عنيسا ماش تدرس أنا كبعد ماكش عنيسا دستور باجر بوليس باجر كوكا منكره شرع باجر كوكا منكره ما رحويني كوكا منكره حتى باورك حتى باورك وين القيبية يعني نظامك علماني وحكم في عيها باورك يبقى القيبنا يا باورك قاربة من حوين العسكرة قارب عسكرة رئيس وزاره قارب عسكرة وزير العسكرة قارب عسكرة بوليس كعسكرة حتى بتحوينها سؤال ويتنكره باورك متكس القيبية وما باورك هلق فك عندي قصة روره ما هذا باورك هلق فك عندي قصة روره وخراب وين مقص أوكي دارك علماء الدين تمحاو عركته هذه مركة وحيلاي هي الدور إرشادي هي الدور أخلاقي إن دتك مرتي أشجان أخلاق فريش أخلاق ونقسم شيء بدنا ملين يرى أول هال هاي أخلاق ونقسم دور أخلاقي وجيد بعيار كرام صح ها ما شاء الله قيادة أخلاقية مورال مورال ليدر الشيء بحير هذا تامر كده وحك هذا الشيء جنرال أهان دقدقة قيادة إسلامية سومالي كجرة أو روينا حكم خبصان أو أنا أنا وكو وافق صنها أنا شخصيا مقهى حركات إسلامية إنا جرتها ما نقهى خفق إنا ودقاقه إنا الدنيا كجار الدين تان يعني دين سادق شاكتي إرشاد إنا جرتها أخلاقيات إنا جرتها ذلك عقلي وهذا إن لا بس إن ذلك إله إنه وحره إيوه بالتأكيد بالتأكيد ودن كين إن معركة عدالة لقوا معاملة خفق كان إنه حر وياه فكرة دي وخنع سيني هاي إنه شاكتها دولتنا يكون كالميسر تاس مركو حاولنا إنا إنا إسلام قبنا أما دنك مرك هذا أصول دادقنا شريعة الإسلام ك ما لها أديك الضاد كخبت شريعة الإسلام كمحيطها والله أنا هو حواي غالبا حد ولا قصوت أدوك نبغى قصوتين وحواي أنا قلنا شمال هذا في عمبار أقولني أحرمها لي رهدو القصاص الحدود مرك حدود ده صاد وقتها ديها ويعني وحاقد عي لباتوين وين باقد عي I will give you an example أيامه أي الشباب أي هاي ما ملك مغادة بقدش يكون جرين أي حكم يكون جرين دل يرى بدن بقى لوك يقعن لغا قوي صحو يعني ويل كمين أه ويلش لوك يقعن لغا قوي أي وحي إمادين نوروي وإمادين صح لوك يقعن بلو سمين مساكين يعني الدين في الإسلام كان لقي عم بس يقول إنسا نروي ندرك الإسلام كل عتق لقول له لوه ما قاعد إسلام كي ما قاعد دين الإسلام كل لقي قاعد لقسه يقولي نروي بقى قاعد لقسه بين الناس على قلم يا وحش شرف ميا ما وحش سعره مرك ما قدرت كان ما ضرب يعني قدرت الحدود الحدود الله يعني وحويان أوكي مرك حل قاعد حد قصاده ما ذي نوح آخر سنتين القصاص حدودك قصاص قصاص أنا واقف ماذا أقول شيء ذا أنت القصاص قف قف دل إلا دل واقف ما تاس أنا قب أقول خواته حتى أنا والله أنا أنت قف قف دل حتى ديبه أقول إلا دل قبل أكثر ما لو حيقول ينديو إيه مو بس أنا ما بس حرك سامالي حرك سامالي وحلي مية قف بعد أنتي قبل ما دلوا مدلها يوم صح وحلي قف بعد أنتي قف كل قف كلامات هلا بابي ويل بعد أنت لو تنجرأ ويل بعد لي ويل لو تنجر بعد أنت ويل كلام لو تنجر لو مدلايو بس كي ويل كي أود أنت ثارك وخد أنت وحلا سينا يا دي صح. أنا وحق وقف يقف دلو ما
marka taas ahad arin shaqada yaan waa ku diidan hay xeer hadaan ala kulli hal waxa jira dadka inuu qarbaasho meelo banaan sida ka dhacday xeeradan khatuma ka dhacday gabadh yar baa lagu tuumayaa inay gashay zina waxa kale gabadhi baa la soo istaajinayaa meel square ah dadkii baa isku soo yaraya qof yaa mashruu qarbaashaya waxaas wax socon kara maahan hadda marka maxaa aragta taas inay diinta saxda tahay oo ku khilaafsan tahay mise iyaga inay si khald u fahmeen diinta oo diinta saas inay ka sareyso kana nadiifsan tahay waxaan qabaa in mucaamalaadka yani xilligii ay mucaamalaadka loo soo dejiyey 1400 sano jasiiradda carab xilliga ay meesha inay ku ahayd waxa la yiraahdo munaasib aniga waxaan rasa waxa la yiraahdo taariikhiyat nas بعض النصوص بحنا نقولها نصوص تاريخية مجتمعي يدون كي بحقد بي اكزامبل كسينا اكزامبل ادو في عما كسينا وحاد اكتها ان قرآن الكريم كا وقلاء نساء سهمي وقلاء سهمي كا وحال السنجري دات كليرا هدو المؤلفة قلوبهم صحيح سهمي كا مؤلفة قلوبهم العقب واية يمال يحنتي la siiyo dadka oo diinta islaamka dhawaan soo galay oo weli aan ku adkaanin abu bakr markuu nabi maxamed dhintay markii ay ahaa waxaa waaya qur'aan waaya hadi ay dus fil qur'aan sahmul malaf qulubhum abu bakr baa qabtay ba maamulka nabi maxamed ka bacdi abu bakr wasiir maaliye waxuu ahaa umar bin khattab waxa uu imaaday abu sufyaan iyo wiilkiisa mucaawiya iyo rag badan ordaya oo doonayo inay qaataan sahamkii ahaa sahamkii nasiib mu'allafat quluub maanahan wuxuu yiri waxaa idin siinaya mala baxa hadda anagu hadda dama siina waa baxeen abubakr bay u tageen abubakr waxaa dhahay meesha adeeg waa xukuma mise cumar baa xukuma abubakr waxa dhahay cumar xukuma sahmigaas sahm mu'allafat quluubhum waagaas la joojiyey cumar baa joojiyey marka cumar bin khataab wuxuu joojiyey aaya qur'aaniya أمر إلهي أسود جيو جوجي عمر بن الخطاب وحيرة أنه حدا وما بحنا إذن كمرت وأنه ما واجن النبي إذن سينجر العقتاس وإلين بحنين بوليتيكال بأهل وإلين بحنين وإلين لا لوش جرني حد حب من لين هاي إلين بحنين بحنا نشيل أنا مجرته صعبة مرك القرآن كا أي حديث كا دين الإسلام بس أنا كوش شغني هو وأركان الإسلام الخمسة أركان الإيمان الستة كواس بلغت مقومان أنا في قفك جوجا مسلم في البرازيل جوجا وأقول لها مسلم في جوجا إندونيسيا وأقول لها كان سامالي جوجا وأقول لها كان تركيا جوجا مسلمين أنت أسكن خلاف سنة خلاف قرن حكي ما نيا معاملاتك صح معاملاتك أنا ما أقولي هذا سان كادري ما خلافك أقوين وحكي ما نيا القانون الجنائي آياتك وكتاب سان جنائياتك قرآن كانت أكتها يلحقون يجوج آيات ضويان آياتك جنائي كانت طبعا آيات مرلمة ها marka tobankaas aayadoodna ma aha in lagu dumiyo quruxda islaamka dhan oo wiliib si khald loo fahmay oo wiliib jinaaygan ay soo galaan kuwa ugu dambeeya xukunta ugu dambeysa si jinaay u dhaco xukun jinaay u dhaco waa in daruuriyad aysan jirin yaani waayo umar waxa uu ogtahay midan inuu joojiyo xukunta qofkii waxa uu xil mid aha ibn xasm wuxuu leeyahay hadii abaarti maado qof xoolo leh ma jiro bar haday baahi jirto qof walba wuxuu xadi karaa qof kale xoolaha u diidi karo ma jiro xoolo lama jiro yacni joogsanaysa axkaamtii ciqaabta ahayd oo ku saabsaneed ciddii ma aragtay wax xado marka horta aada ugu maasan tahay saa igu sharaxday anigana waxaan jeclahay walaalahayga iyo adigaba inaan xoogo wax dheeraad oo dhankayga ah aan ku kordhiyo arrintaan ku dadaalay 10 daqiiqo inaan ku soo koobo badanaa horta dooda waxaa keena aayado qur-aan ah oo ilaahay subxaanah wa tacaala ku yiri waman lam yaxkum bima anzala allahu فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون ها مرك آيات كاس سو هذا ولال كان أحمد عثمان الشاقي وكويسنا وحياة وحاجرة تاريخية آيات أخرى روح إليهن أسباب النزول سواب يكسو دكتي أحمد بن حنبل إمام الطبراني وحيصوريين الباني الصحيحي عبد الله بن عباس اللي يصوري قال يا يهود أي النبي قو إيه ماذين إنتو النبي قو مدينة إيمانين دول من أحد وجري أو لابا قبيل دقال من جرى آيات جرت قبيل كتبرت الدرن هذي واحد دلان وحى يعني وحى بحجرن دية كاملة قبيلك لقيت تبرد لقيت أود بدي هذي وحى واحد دلانة خبرك تبرد ده هذي وحى لقيت دلانة نص ديال السينجري مرك وحى نكدي جان وحى كتاب قانون كتاب كذا كقرن
marka waxay yiraahdeen maadaama hadda maxamed uu noo yimid maxamed aan weydiinaynaa inay diinteena saas ay qabto in ma aragtay khafna inaan nus diyad la siiyo khafna diye kaamil la siiyo maxaa dhigaya marka markii nabiga u yimaadeen arrintii loo sheegeen ay yiraahdeen kitaabkeena qaba ayuu ilaahi subxaanahu watacaala aayadahan qur-aanka wuxuu usoo dejiyey yahuudina u sheego إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار يعني أنبياء ذي علماء ذي وذاد ذي وحلقوا أمري إن يكون حكمان يهودي يعني يكون يهود دين ترمى إسنايان مالك أنبياء ذي وحلقوا أمري إن يحكمان بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يعني صوت إلهي وحسود دجيي عدالة إنه يجرته عدالة دي ويخريان ظلم أيك بدل وحن إله سود دجيي تامرك وحلوه مقع عواء الشرع المبدل شرعي لبدلي الله إله سدان يري خفك هدو أسقو أقان ولا إلهي وحو يري خريوته إله سدان يري وحو نقض خف دبولي آسي وحي إلهي سود دجيي سامعها كفر وحلوه مقع عواء آسدا saad raayro xukuumad wax ku kufriyay oo Cabdi Cabaas yiri kufrun doono gaalnimada weyn ma aha waxay aaseen xaqiiqadii shariicadu waxay ku qornaa hadan aayadu ku xigtay la waxay yiri katabna aleen fiha anna nafsa bin nafs wal ayna bil ayn wal anfa bil anf wal udhna bil udhn was sinna bis sin wal jurooha qisas wa man tasaddaqa bihi fa huwa kafaratun lah wa man lam yahkum bima anzala allah fa ulaika hum adh-dhalimun yaani waxaan ku qornay cadaalad inay jirto nafsad nafs in loo dilo kii maaragti wax sameey wixii qisaaskii inuu jiro kii markaa hadii ka taga cadaaladii maxaa isku bedelaya dhalim samaa ilaahay markuu wuxuu ku khatimay fa walaaika humu dhalimu dhulmiye samayaan markii cadaalada ay kala xadaan haddana wuxuu ilaahay u gudbay kitaabkii injiilka wa yahkum ahla alinjiil bima anzala allah fihi ahla alinjiil wuxuu ilaahay ku sudayaa injiilka sharaacukum xuquuquma qornaan ee akhlaaqiyada ku qornaa injiilka wuxuu badanyahay akhlaaqiyad saadraad markaa akhlaaqdu wanaagsan kii ka tago نحن نخضع فاسق ونخضع سماء إلى أمرك وحيري ومن لم يحكم ما أنزل الله ورير إنجيل نصارى فأولئك هم الفاسقون وحي إلى كختم إن يجين فاسقين مركو قالوا بكافرين تلوه تلمام هو شرع عدي خريان وشرع أكل كوب بدلاني إراد تنوى تنوى إلى سودجي مرك شرعي وحوك لبحاء سدح شرع المنزل شرع إلى سودجي أو قرآن كيسك قرآن مثلا الشرع المؤول شرع للتأويلي عالم هبل سوء فهمي أحمد سيو فهمي كيش كسيو فهمي كاو شرع المؤول أنا قرر سان أفهمي هي ولا سيو فهمي يعني مركان شرحي مثلا آيدي دي أهيد فاقطعوا أيديهما قعمها كجرة خارنا أفهمين جريد نيتهاي خارنا وحي أفهمين وأنا كوافق سانا كورع سانا هاي كإلال نيتهاي لقى إلالي خفك أنه سان واحدا بحذين أما هالا حبيسو أما شقدي هالا عيري وحي لمد أها إيو شرع وحاجرة مبدلة كي لبدلي كان لبدلي وينتان مركي لبدلي يراد إلها سيدان يري إنا نخذن كوي قالوا وحي خريان شرع عدي سود دكتي وحكا لنكم بدلين مرك آيات كاسن وحي سود دكتي سود شاقي مجاهد ابن جاء أنه حان كذا ضحاق ابن مزاحم إيا قدادة ابن دعامة السدوسي إيا الطاووس الكساني إيا خار بضم إنا آيات كاس كسود دكتي يهودي تيا مرك وحي كانتي يعني علمي يردرادد خار إنا آيات كاس سوا خاتن إلها بيرو ما نحكم بأنزل الله حكم كي وحي بدلين حاكمية دي مدحوين دي مدي لكن ما حكمك هو حكم القضاء محكمة ويان وحيرك كسابسن دتكي إزدلمية دتكي نفسك لا تدلي دتكي حالك لا تدعي وحي لم تدعي تاسن وحي سوهوس إيماني سا محكمة دي موهوس إيماني سا مدحويني فرماجو إنو أرمها سحالية مركسا درادد أي وحي كانتي خلال كان فنيق أو حركات إسلامي نكو أساس ما أي رادان أنا حكونا من عرينا تينا وحي كانتي دتكي خار ردد فعل دنكو دينو كيما دي لأن وقتها يا أحمد خليهان نن ويسترن كمركي لا إيمان أي نظام كان عصب الأمة العلمانية أو حتى وهر ذكي هو حاكم دها سانت أغوستين إيو رجل مدها عصب هذا أنا كاهن أها دنو حانين في الفيلسوف دنو حو أركي يعني قوانين تان كنيسة دمر والبكسو بحيث هنا عقاب وتهي شعبي أن لسعون كريم يعني نظام كنيسة سادراد المركي حويري هلا كلا صاروا qaanunki dadka lagu xukumaayo dadkii ilaan kaniisada xukunka la dila qaato waxbarashada lama ogoleen cilmiga wuxuu arkaa in yaani ruhbaanti inay tahay wax xaraama aadam markuu aqoon u yeeshay tufaax inuu cunay geedkan tufaax yahay ayuu ogaaday yaani inuu ma aragtay markaas aqoon yeeshay aqoonta markuu yeeshay wuxuu ogaaday inuu dambi gal taa darad markaas aad aqoonta wuxuu arkaa in dambi inay tahay dadka inaysan waxba baraneen laakiin diinta islaamku waxay ku bilaawtay iqra wax akhri wax baro
عقلي بني آدم كان حرية أي سي سي وأمرهم إن تشاور إنه جرى أريمها قضاء سوكلا النبي عليه السلام عاد من الجبل ويدي مركو يمن وديراي أرنت ديكوتي ما حد سمعين حيري وحنكر أدنى كتاب هداك ويسد سنة هداك ويسد وان دذالة يا مركو النبي حيري إله ما هذا سكلا وافجي معاد من الجبل إله رسولك يسوي جعليه ساد راد مرك الدين توحي أتمد مصالح العباد في المعاش والمعاد يعني الشريعة هذا إن مصلحة وحي أجر ضد كمركز مرك مصلحة وحي أجر إن لفيريو إيه مقاصد كي عمر بن الخطاب مقاصدك في رواجي النبي وبحنا مؤلفة قلوبهم ضد كتبر مسلمين تأذوا ويا رايان لكن مركي أبو بكر كذب مسلمين وإصابته مرك مو بهنين ضد كان إن مؤلفة قلوب إن رهنا والعجز كسينا لكن مركي هرا إنه إسلامك صابته حوجة أود أي شان أسكوا قرارين كران وحي هاد مؤلفة قلوبهم إن ما عرفت ماشي الله كسبه مرك أنا ولالكي أحمد يعني وحان أركا استجنا كل يوان سين دانا إنه ما عرفتي وسو ختم من كارو سو ختمه أفر وحياوات إن أسكو وافقنا إن استج مد أقى أما تنكو مش وحياوات بره تنكو واد حاكم كا إنه نخذ مد دارش وقيمة وأغلبية الشعب والدارتان تاسن إسلام كقبة إنه أسلا خبنا تن لواد حفلات ك دينية مناسبات ك إنه هاست مع الوطن ك شرع يعني لكن كي عادات ك إسلامي قا أو هالنقطة حفلات كي عيد الأضحى عيد ال وحي لمدها يو مالت الجمعة إن هات عيده تنك لا صوقة شو أخلاقيات ك أو كساب سان خمرجي قمار كي وحي لمدها تان مال في عن أنا تلقارني تنسى دحات سو كلام معاملات كي قانون كي حير كي قويس ك هذو وح كقلدين يهينا إن لقى صح وحير لقى دقى حير عادل وحن أمرينا أنتس إن هيد أنتم سكوا وافقنا أن يا أحمد هذي وح أنك خلدي أما وما أركتي وح دراد ترعسين أيش هذي كانكو سو رجينا ولا رنتي ما أرك وح خلاف وينو كان حي ماشى أم وما هبا هي رادو تزو حويان سأسوي شيء كتير كوك راح سلام هاي يعني نظام دولة قدن كونوا لهذا نظام نظام كونوا قدن كونوا لهذا دستور من أخرى صح وإنه لهذا الشريعة وإنه لهذا الشرعي دستورة أو كلاسارة وحل له الدولة وأه وح مدنية ونفع إذا ابن أدم كشقايو كدولة دولة سانسو شيء قف جرا معهن دولة آخرة ما أدو مدكتو مسون تمسلادو صح دولة من قن كرتو بعد الدولة دين له صح دولة مركز وحوايا وجهاز قلب وقلب لأدك شنو أو لا أدك شنو منفعة الدنيا صح منفعة الدنيا لا أدك شنو دولة دولة هذا واحد كربتها أما دولة كنا ده وحكو شيء ساعدها وحكو شيء سا إن كابل لم قاعد دولة كنا ده وحكو شيء سا محير عدن دولة كنا ده مثلا وحكو شيء سا بدبادن محير عدن ياهو ضمان اجتماعي بدبادن حق إنك كابد بادس فقرة إنك كابد بادس جهل إذا إنك كابد بادس عدلك إنك كابد بادس ودن كابد لسوء لسوء الطاقة أو لسوء ويرانو إن قري ذاك عدنا ما تكون سياحة هؤلاء سقبتها دولة الدولة بحاول قلب لأدك سدواي ما أهن واحد دين له هذه قفوا يرى دولة الدين وسمينا يعني نمك أسوا واتوب واي ومجرم وحياكل قدر ليه دولة الدين ملحن قرطو دولة بحيلان كتا دستور تدك الدولة دا معمولة مدحوينها ودن كل قوشة ومعمولة واي حلبة لو دي بتمدة لو دي بنا أفر سنة عشرين سنة وحياة طبعا كبعدنا حلو قوسة منها الشيك أب مرة بعد اللي قوسة دورته ويكون دمات لما قرأ اللي قوسة دورته قد باي قفك لا إماش إيمانة يا تلالا ودن كالشعب كأسكاله ما لها محادة ضد علماء أو ملقوني فردية أو قرارا صبرنا لقى تلالا أسكالة ما نفعيسه تلالا وعسكالة قانونك بعسكالة وحصاب شارية شعب كالصوماليين أو كل أخوات تلالا وعسكالة أمد الصوماليا تلالا أسكالة الشعب مصدر السلطة اللي راح عربي دوير هذا صحيح باورك وفقية ماذا شعب يقودنك إسكالة رالي ورقية ماذا باورك صحيح تان وقت وها ملك الدولة دو أساس إيه ما هن دولة كقرن علم كقرن تلا إلى إلى الله هن كوسارنا ما رح نلاقينا وكقرباشة سبعة كقرباشة وحرق كقسمينا دولة 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 إسلامية أما دولة أدري دولة إمام بلادها أما دولة دولة جت حيمان دولة مجتمعي إن لا قيبليرو هذا كان وحواي مؤمن كان وحواي نصف مؤمن كان وحواي وحواي منافق كان وحواي مشرك كان وحواي ها بقى ها بقى دك خاركوت حركات كان ديني سو فهمسين وين دينته إيه ما هدين تايتها لكن أنا كشكي أهان سانو فهمسنا إيجا تلوك الدوبنتها مركز أديك حكم عام وذا سين كرتيد
ما أنا حكم عام أول، أنا مركز تو، أنا مركز يا أخي نيهو من دين كهر، من دين كهر إمانة مجرد دين تأوى وحفي عن ولو بهي هي. ما شاء الله صح ما كست أدب دين تلو بهي هي سيكولوجيكال دين تو ولو بهي هي قف كست يعني وحواي وحقيبة له وسوجرين وأدوك دنك سوجرين وياي ما أنا أدوك ما رسم دين جرين مالحن وارن نح كستها آتو واه صح مركا وحكوا لها الدين ترى اللي دخل لهم والدين ترى واحد دخل لهم يا ملاحظ والوقف وقت يعني الدين الإسلام واحد دخل لهم كرم جرو دين تكون الشاب واحد دخل لهم كرم جرو ده وقت كل ما هنا إن الدين اللي دخل لهم أنا ما جرتو صح أخي أحمد دي بنيها ده كان أورجنايزد كأه أو الربا شيل داعش أو كلاه أو الربا إن حكم كا ودن كصومالية حب كقبسطان وأنا كفشل مان صح بقصص كفشل مان وحكم فشل مان كصومالية كفشل مان قدو يكون في شرمان حمر قوس يكون في شرمان مك مك حدنا الشباب في شرمان صار سؤال كلام قوي دي أنا محمدين هاي سلا يعني عدون كوكجرو درس كان كجران دولة دستور له حتى دستور قسم معها اللي هو قرا دستور دول إنجلسكو مقرا دول دول علماني قسم معها اللي هو قسم معها صح ويانا تقوى لو سمايا دستور exactly صح ويانا ها كلام مش عاطف بس الدول الهندية قرنت هاي لك دول دا محيرة دا أمريكا وأو قرنتها إن دول دا علماني لك دول دا إنجليزي ما قرنا دول دا بدل مباجر الدستور كده إن دا حكم دا نرويا كمان إيه دستور كم قرنا دول دا سكولار تدخل الله سبعة دستور أما على سمينة هاي مين قرآن كده دستور كده تسوى توجن ما كله تدخل الله سبعة دستور كلا كلا وحكي سوي كعديين كعديين إن إنك نقرأ مدحونا ما يقصروا مدحونا نقرأ يا برلمانك ما يقصروا برلمانك وجرى قبوا كان ها يعني ووح يعني سيد مامل ومامل سيد مامل كاس يعني أنا سو مدي دين مؤسس agreed okay وحقول رعنا ما أخلاق دكور رعنا نوار مرة سنة هرتوا بس سنة كسي هري مدحونا أوباما يا حساب وقتي ودن كان ليرا دكينيا درس كنا هاي مركو صاب وقضي أيها وحقها اللي حقوق دا دات كان لي راحدو أنا قاعد أهلا لك روني عايش حقوق دو حاسوكم وحقو جوابي حد بنحوين حد الجوغو أيها جوابي وحقو لهي أنك دقالك أكو جرنو وقرص الرأي أنك حقو جرنو دقالك فقر دا دقالك أقود الرضا دقالك مارتي عاف ما الرضا يعني حول بحي أنا مش هكهر لي شيء مش أنا أجو بس مرحن سوماليا ساسو كلاوا أنا ذكر سوماليا وأنا كلام دجال لنا فقر لقى وأنا كلام دجال لنا جهل لقى وأنا كلام دجال لنا العقل محرد بروبلم خبير كوكو هاي سنان ترد ودن كجرتو هرب الله أنت ودن كجرتو عثمان أنت وجهك عمر حتى عمر أنا وقابتي بس العقل هذا شو قال أنت أبوي دينيس من حيرة هدان أفرنا مأروش كرار لينك علماني محقق بطال ليها ودن كان أنها حدا وحنا أكرت بقولك بس ديت إليهن قبل يهين أما بقولك حد ويرت بقطرة شن قبل وياي أد برد لو قبل يهين قبلها حق بأولي إليه لان عرور قبل كسب حرب تاني إنه شو عرور أو أبيس لي قانو أنا أبيس لي قانو أنا هلا هاتي ربطا قبل كسب وشيء طبيعي أن أد فوق أبو رضواي أنا لأنها عروة بشو عروة ترى أي مرت عروة ترى إلي أبا لا يقدر هبل بأبيس على يرادو. مرك أنا وابا أنا وابا دي رجلا يعني إنك إنك أورش كلا لبر ناقي سدح ناقي من قبلها أشتره. هذا مرك ديار مو تعرف حاسين أيه. وابا دي رجلا كله أنا وابا دي رجلينا. أنا قاعد دي رجلينا إنك لب قبلها أشتره كرو سدح قبل إنك أشتره كرو أفر قبلها أشتره كرو ها أشتره. حا وأن أقل قلة دكسان كان ولا دكسان. ما هو عبوجة قرانية كتابك قرانية شخص بلاه أنه واعس من جيران حاجة الظروف تهدد تاجر سير له حلين كرا صحيح أود بالله أنا أقلي بالله أنا أود بالله أقلي جاي ولا في فكرنا أنا هذا ويلك كان أفر قبل الأسطوري أمام ما قدر أنا سدح سؤال أيوك هرت أحمد هيا سؤال شو كواد أنا جانا أنت بدن وايد دقيستي دروس تيد وحياة أخرى ولا ساعتي من هجك أو عبد القادر كيشك وتحبك دعوه قطبنا يا أم الدين تقول شيئا يا أم فكرة تقول شيئا يا وحياة أدمان تكون دليل يسودك خلاف سنتها مجرتا
absolutely ما يا ما أركب. أوكما تن لواد أنكو يدينا وحيت هاي مو أركت ما تنقاش كأني أذيك أنا دحمري أو ماشي أنا سلسة قلني إنه يهم النقاش إيجابي أو بوزيتيف أو رجينا النتيجة إنه دلو مسواد كحنتا إنا كل نقاش ما تن وحن ملينا يا إنه مرفع عبد الدونو وحن ملينا يا إنه يه وحن هو إنه يه بوزيتيف ونكسن وحن جعله إنه كرديو إن أنت بدنا نقول ديدان أو سيدا لو فرو نقاش أو دحمرة تتكو سوماليات نقاش فرن أو معركة قلب فرن أو أهين عنك أهين يعني وحيش بدراني هو وحيش بدران وحلي راهد وحلي راهد فرن قدر سو حاجات نعم سو حاجات وحلي راهد فرن قدر أنا كار رأيه أنا قرشي ما هن ما تنا عدي كار رأيه صح عدي قرشي ما هن أنا قر رأيه أنا قرشي ما هن تتكو سوماليات وحلي راهد صح لا يقول لك يا ها ده وحال وحالها حالها في القدر صح هدف مش انه هو انه اسك هذا البديه صح ولا انها وهذا الحقوق وقرا ده الناس ونيجاتيف واي وارن حل واي ناس صح حكم است تصدح هذا انكم ختي ماي ما تمدي كرنا احمد عثمان عبد القادر كشكي وحي اسكو وافقين ان كوال شقيان مبدا علماني ام سيكولاريزم لكن مرجعي سؤي هي هل نقطة حق حفلاتك هل نقطة حق معاملاتك يا حق أخلاقياتك مرجع إنه ويا هاي شرع دينة إسلامك ما يصير حتى تاسك بس كم بقى تاسك إيه ها علمانية وح مرجع وح عقلية ظروف هذا تاجن ما أنت وحي تاجن ما لي حد واحد عدك سنين أنا وحنا هذا عقله قد عدك سنة مركات راه كتاب هلا نقدو كتاب هلا نقدو بحقوقه هلا في ريو حد أديك وافق يا أحمد أحمد حد هو يوافق لي أوكي حد هو يوافق الحفلات الدينية ها ويوافق معها وحيوافق ليش الواي نقل واي سو جرين واي وحيوافق لي أخلاقيات الدينية ها ويوافق لي وحيوافق لي قوانين تهدي وحكة خلدين يهين الظلم كجرة إن لقصحه حرق خويسك ليه حرق خوس بحيرة مجرو بحاجرة بحيرة هذا حير صومالي حير صومالي اوكي حير صومالي حير صومالي يعني انا اصلقنا وبدلنا من الصوماليه اما ان جوجل قلبات الصومالي ام جبوت ان جوجنا مرقيس ابو جبر ام اما ام ان اف دي ملك سن جون وحلينا حير سجرين حير كسكون قلنا حير 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 ان كل شيء هذيك ابو اسلام اندغيسو حير واحد مقدس معهم صح حير يا لو حمر ميا لو حرقيسه صح تركي حير وحاوي ادك سي عقلي هواي صح حتى مش الحركة مكسوات دية بحيان مركز دية اللي بحناية مثلا دية دين الإسلام بحق القرآن 100 ناقة صح لكن مصاب مارد الحركة هذا مركز قف قف دلو 100 ناقة ما لبحيا ما لما بحيا وحالب في ريا لفتان دوت كان واحد دلي أود ما قديم بكران ما أكرت إلينا قلت لواتن ناقة أم لواتن حلال أم كنتن حلال أما لحنا ما تحطت من حلال بمركز خارقه دوجو أوار يدبان يدب أجرة جيد وحاس بصدى عيسى هذي برواق يا خير وجره جيد قرب يوك عيسى مرك أنا وح ما أنا قارنت مر بالبرواق وح أليكس عقلي دونك أس بدرايا سوسات وأس بدرايا مرك مركز الظروف فرا لو أسب نائمات وإنا فريسنا عقلي جينا أليكسنا مثل عقلي نوش يا أنكو يشينا مرك عن سمعنا محوش شافعي في قبع يبلو حنبلي في قبع أنا حنبلي شافعي حاب حنبلي وخور شافعي وخور أنت كن كن سنكرو أنت شافعي وحنا قري بحكي في عمانك في غير كراه صح مركو حني كرا أنا جي أحمد ما أنت وحياه وخار ما أسكو وافقني هل كان بوينت وبدن بيانه وأسكو خلافني أنا شخصيا عن قوى عقلي جيجة يعني إنه خلدمي كرا لكن هو كان ويا هي قرآن كي إلهي قاران له حسود جي هدي معرك تأويل وحكلا عن سن أقبلينن أو سو إلهي وصدجي إلهي مر وبحقيقة حارتي من مثلا زينة مرنا ما أورك عقلي هذا وحسين كرا هنا بناتها زينة وحيلا مدها مكان عقلي وحوي هاي عقلي أوه جانسن يعني أوامرتي إلهي سبحانه وتعالى هذه أنا وحتري يعني كما تيجي كري إن قصتها إسماعيلي تهي مجورتي سو بدين هين ضد مسلمين نيجي هذا قاعد يربى خلكي وبقوا مسلمين وحادو أقولاتي حفلاتك دينية وحادو أقولاتي أخلاقياتك معاملاتك وحلمدها وحادو أقولاتي قوانين توحيك خلدا الظلمة
إن معركة لغة تعديلي أنا مركب قرانا أنت سدي لسكو وافقي تنك لحوغا لكن وحالغا وتحفظ إن كخب تتأذيق لكن أنا شخصيا وحان لا يهي أي علمانية أما مبدأ أنا سكولاريزمي ومبدأ أن يقولوا ما أنت أن أنت مبادئ جرتان وجع الله هاي قام فرنا وكسور دوينا أن نجعلها إن لا شخايا لكن هدو مرجع عيسى ويا هاي أن شرعتي إسلام كاستحضا هاي أقول اجتهاد يضاد أقول عقل فرن إن لو هذا ضاد الله جن نقاشة وحي تعديله بهن لقى صح لكن وحاوي ثوابت كأهنا إن معركتي ثابت كذا لو أحال تاسع ما كان حكم علينا بوينت غير وعني يعني عندي كرنا تاسع وحهم ما هذا كا يعني سان هروق شيء وما بقولك بقنا سوافقنا بقولك بقنا وافقنا المرجعين نقطة مكان عقلي كرا تفضل هني هم مركه شيء كذا بلاوي هذا وحنكوسه الشين أنا أديك الدين الإسلامي صح. ما هو الدين الكلير هذا وحواي الكان الإسلام الخمسة شن تطهير إسلام هي اللي حد تطهير إيمان وحن كل شيء شنو بقول شدي بقول حس إنتاس شن بقول شدي قادتها شن تطهير إسلام وحبلا قبدرين أما ملينا اللي حد إيمان وحبلا قبدرين وبقول شو مسلم إيه قرا على أهو أما ملينا ما تعني أذي أنا أحسكو خلاف سن هاي شست وح كا يمو خطكلي حوجا مجعس أما مصطلحس إن معركة شخصيا كدت سنت هاي قرنا أولادها مركها عرك تصرفات مصطلحان وآه مرجع ديني ها ناس كده سنتين تاسن قرا أولاد هيو ما هي يعني وعنك وآذينا صوت مركها عرك ضد بدن مقع الدين تسخلد استخدام سنايان إن ما عرك تخفك حاجة مقعس عقدت وكخاض أما كوحي لكن أنا بكل جرأة إنه حنا إسكان منفرد أكل جي السعود مرة كاد لا إسلام في علمانية يعني ما العدل أنت هاجنا يعني خليها عن إسلاميين تا متزمتين تاعنا لقمة ياو إن قنعية قوليها عن علمانية بإطلاقها أي رهذين أن وحبا معركة قيد أخلاقي وسنجرنا ما لقى يا وخاركوت إني معركة أقول لك هذي بعد يقول أقول لك قيد كي أخلاقيات كها هي عادات كي دينك هاي حفلات كي وحلمت أها أو ملينا ما أنت أنا أذيك شخصيا أحمد أهان أنا وحسكو خلاف سنة هاي وحان نسكو وافق سنة أنت صورن أنت أتشيك توكو وافق سنة هاي أذيك نحو ملينا أنت أشيكي أنا وافق سنة هاي لكن أذيك كلي أنا ديدي أرنتان أو معركة سيد مسارد إيه وحلمت أها وإيه رهدان دولة وحن هي علماني لكن مرجع هذا هو هي الدين الإسلام تاسني وحوا يديك على حروة رأي قاس لكن أنا شخصيا وحن قوا قف والبومات علماني شيخان هاي الديار وإن الله شخي هدو إيقوا فقسين هي مرجع إنه هي مرجع الإسلام هدو إيقوا ديد أنا مالا أسكوا فقسين إنه كوا شخينا مالا أسكوا خلاف سنة هين إن معركة احترام يا أخوي إن نقاش يا أخوات نقول ما يسمى ها لبعنك قدر هل لبعير تفضل لبعد سؤال رمها أخلاقيات أخلاقيات كوحدير هذا ويونيفرسال يعني سان شو شيء يعني دولة نورواي هي دولة السويدن أخي أنا جمالك ما أقول أنا يقولي أنا ما تلاقيش سو أم لفرو قبل أنا قبلها فرطان لا بد أنا محاوش قاينا بولشيل صومالي وحرب إنه أحكي بدلنا ماش أنا حد أنا أديك وصومالي ها يس ها يس ها أنا محاويان محاويان أخلاقيات كدت كأن لا لا لسه إن أخلاقيات في عندك لا سمايو وحاويان مجتمع بالأخلاق أو أدوك مجرم أنا جري كرم أنا شو عنك أيوة صح من علامات تاسو حيان وضرورية جدا إن تذكر أخلاق دولة لقصة بلا بقولها أبها إيه هي إن عرضت أخلاق في عن أي صبران قولها ونقد يعني ماشي لقصة كواد أخلاق عن لقصة بربار لقصة توسيو أرنتان لي راهدو مرجعية إسلامية أما مرجعية دينية أنا قرنتي إنيهم مفهمين محاجة جدا وحن أقول جدا حق قضائي وحق صاف سنة وحن أقول جدا حق أخلاقياتك وحق صاف سنة وحن أقول جدا حق عاداتك احتفالاتك وحق صاف سنة أنت أنك ولا هذا لني أسكوا فقط نتاس أنا أركان مرجعية دينية أنا تاني والله هني هو كنت مكان كوشيغ صح كنت مكان كوشيغ صح ولي ما فاهمين مرجعية دينية وحلو جاي ولي ما فاهمين المرة بدي يقول علي
dibaato ma la waxaan u maleynaa in ma aragtay mar badan aan si niqaashi doono arrimahan si fiican oo jilcin doona ana adiga aan ka wada sheekaysan doona laakiin maanta waxaan ku faraxsanahay ilaa natiijooyin fiicanna isla soo gaarnay saana kuu sheegan marjaciyadiinii haddaad u aragtid inaan ka wado xaakimiyadeena dowlad diin inay wax xukunto ama aad u aragtid inaan ka wado diinta inay dhaqaalaha door ku lahaato ama amniga ama siyaasaddii taas waxaan u maleynaa si khalad ina ay fahamtay taas kama wado xukunka waxaan u arkay doorasho inuu noqdo xaakimka inuu xil ka saaran tahay isaga iyo wixii dadla shaqaynayay tasbiit alamn amniga inay ilaaliyaan xuduuddii inay ilaaliyaan dhaqaalihii inay dhisaan in mucaamalaat bangi inuu jiro wixii lamid ahaa in dadkii maaragtay caafimaadkooda laga fikiro iyo wixii cilaaqaad siyaasiga ah taaslaakiin markii loo soo daadego qadaa maxkamadi ha noqoto ama ha noqoto axwaali shaksiya guurka waxay lamid ahaa ama ha noqoto caadaadkii ha noqoto ixtifaalaadkii iyo waqtiyii dadka la fasixi lahaa ilan dowlad dooray kule dowlad inay tiraahdo maalinta ciidda waa maalin fasaxa mid shaqaynaysa ma jirto maalinta ma aragtay jimcada waa maalin fasaxa dowlad inay qaanuunka dhigto weeyaan taasna wax marjac waxa u noqotay diinta islaamka hadday diinta islaamka ahaan lahayn maalin kale dadka fasax la siin lahaa soo ma aha lakiinmaya soomaaliya kama dhici karto anigana ma ogolin aniga marka tan aan ka wado marjiceeda diiniga aan leeyahay waa taas ku waxyaabaha ku saabsan ixtifaalaadka iyo caadaadka waxyaabaha ku saabsan akhlaaqiyaadka iyo waxyaabaha ku saabsan axwaali shaksiya iyo mucaamalaadka iyo wixii lamid ahaa kama hadlayo xuduudan kaleeta aniga ya taas waa tan aniga aan leeyahay yacni waxaan qabaa cilmaani ama secularism oo laakiin maadaama soomaali aanahay marjicu u yahay diinteena islaamka intaas waay aniga kolley haddii adiga wax tacliiqaad dheeraad oo khitaam aad kusoo khatimaysa wataa waqtigii waa dhaafnay walaani waa mahadsan tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan jeclahay inay ummad badan dhegeysteen waxaan jeclahay in mara badan laga heli doono saan kuu sheegayna waxaan jeclahay in nalagu daydo oo dhallinyaro badan iyo odayaal badan ay markino arrintan ka wada sheekaystaan oo la niqaasho open debate waxaan la yidhaahdo niqaash maftuux sax weyaan taas horta waxaoo nin kasta wixii niyadiisa ku jiray wixii urkiisa ku jiray wixii loo malaynayo saasaan kuu malaynayo saasaan kuu malaynaysa dhacin nin kasta wax urkiisa ku jira wuxuu xambaarsan yahay banaanka soo dhigo la ogaado caafimaadkaaujira maanta waxay meelo badan iska waafaqsanaya laakiin xaajiska oo ah in maaragtay xijaab noo dhexe xijaabkaas in la dumiyo oo laisku yimaado la wada niqaasho yacni waxaan umalayn wadaadada laguma yaqaano inay la niqaashaan qof aan wadaad ahayn hadday wadaada niqaasha iyagoon baa murma laakiin aniga waxaan jeclay xaajiskaas inaan jibiyo aan kasoo baxo oo maaragtay si walaaltinimona qof kale aan ugula niqaasho waxaa laga yaba maanta adiga inaan ka wada niqaashinay arrinta ku saabsan cilmaaniyadda berit waxaa laga yaba qof kale aan ka niqaashino jiritaanka ilaahayba inuu ilaah jiray in kale saadaa qof kale inaan ka niqaashino farqi u dhexeeya diimaha kale iyo diinta islaamka laabud inay maaragtay xoriyad xiwaar inuu jiro dadkan dhexgalaan uwala ah marka anigana waxaan ku dadaalayay si walaaltinimo walaalkii iga weyn aan kugu soo dhaweeyo kugu marti qaaday ma jecli inaad ka shalaysid yani soo dhaweynta aniga aan ku casuntay haddii maaragtay xoogaa su-aalahayga wax qallafsan ay ku jiraan wax qalad aan kaa galayn waxaan kaaaad u fiican oo mutmir ah waana jeclahay in laga jawaabo su-aala noocaasoo kale ah dad badan baad magacooda ku hadlaysay markaad su-aal ka jawaabaysid su-aal weydi dad badan baa su-aasha kula qaba waana ku faraxsanahay waana ku soo dhaweynayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar tobnaad dadka dhegeystayaashaada iyo kuwa kugu xiran ayagana siyaasha kale usoo dhaweynayaa waana jeclahay in maaragtay facebook iyo meel kastaba kula niqaasho anigu dad waxaan mar kasta anigu waxaa dad walaala ah oo waddan iyo ummad dhibaataysan raba inaan badbaadino waa isku waafaqsannahay taas aada umaasan tahay walaalihiiga sharafta leh iyagan waqtigana siiyey waqtigooda qaaliga ayna geliyeen aada iyo aada ugu mahadsan yihiin marka niqaashkii ama wada aqoon isweydaarsigii ani walaalkeena axmed meeshaas ayuu ku dhammaaday wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guul baadin rajeynaya inshaa